طبعا درس اليوم من الدروس ان شاء الله البسيطه يعني السهله، يعني مش هيبقى فيها اي نوع من انواع التعقيد، وكل اللي هنحتاجه بس ان احنا يعني نكرر ونحفظ، وان شاء الله بعد درس إنا واخواتي اللي هو الدرس القادم اللي هو يوم الاحد القادم يوم الاثنين ان شاء الله هيكون فيه اختبار عن الحاجات اللي فاتت. ليه؟ لان لابد ان احنا كل فتره من الفترات نتوقف علشان نلم الحاجات اللي احنا خدناها قبل كده، بحيث طول ما احنا ماشيين ما ننساش حاجة احنا اخذناها او حاجة احنا حفظناها، لان في نهاية الكتاب بعد ما ينتهي من الكتاب هيكون في يعني اختبار طويل، المسابقة ان شاء الله تستمر فترة ليست بالهينة من اجل تحصيل كل ما فات، وان شاء الله نعمل اسئلة في صورة اسئلة واجوبة للاخوة ان شاء الله. حيا الله أبو محمد، حياك الله يا أخي. تمام، فلذلك أنا بعد ما ننتهي من هذا بعد ما ننتهي من هذه الدورة عايزين يعني نبقى عملنا حاجة يا أخوة إن شاء الله. تمام، طيب الله المستعان، نبتدئ على بركة الله. طيب الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. أما بعد أحبتي الكرام، فما زال الحديث موصولا عن مرفوعات الأسماء، وكنا قد تكلمنا في المبتدأ والخبر، ثم بعد ذلك أشرنا إشارات لطيفة لكان وأخواتها، وقصر كلامنا المرة السابقة على التعريف بكان والتعريف بأخواتها. اليوم إن شاء الله نأتي على القواعد أو نأتي على شكل كامل وتعريف كيفية إعرابها وكيفية إعراب ما يقع بعدها وما إلى ذلك. نقول تدخل كان أو إحدى أخواتها على المبتدأ والخبر، فترفع الأول ويسمى اسمها، وتنصب الثاني ويسمى خبرها، وتسمى أفعال الناسخة لأنها تغير حكم المبتدأ والخبر، أو أفعال الناقصة لأنها لا تكتفي بمرفوعها. إذا حين إعراب هذه الكلمات أو هذه الأفعال بمعنى أصح، حين إعرابها نقول فعل ناقص ناسخ، ناقص لحاجته إلى مفعول به، وناسخ لحاجته أو لنسخه حكم المبتدأ والخبر، بينسخ حكم الخبر خصيصا لأنه يعني يجعله منصوبا، يجعله في حكم المنصوب، ولذلك ناقص ناسخ أو فعل ناسخ ناقص، قدمه وأخره كما شئتم. وطبعا هذه الأفعال كلها تكون مبنية على الفتح، إلا ما لحق بها طبعا، يعني ما أعتقد أن هناك شيء يؤثر بها. إذا الشاهد في هذا الكلام أن كان أو إحدى أخواتها إذا دخلت على المبتدأ والخبر ترفع الأول ويسمى اسمها، وتنصب الثاني ويسمى خبرها. نعم، وعلمنا المرة السابقة الفرق بين كان التامة وكان الناقصة، أو كان وأخواتها تأتي تامة وكان وأخواتها تأتي ناقصة. قلنا إذا جاءت ناقصة فهي تحتاج إلى أن تنصب مفعولا به، أما إذا جاءت تامة فهي لا تحتاج إلى مفعول به وتكتفي بمرفوعها، تكتفي بمرفوعها. وسيأتي إن شاء الله الكلام بالتفصيل على هذا. قلنا أن كان هي للتوقيت في الماضي وتفيد الاستمرار، وأيضا أصبح للتوقيت في الصباح، وأضحى للتوقيت بالضحى، وظل للتوقيت بالنهار، وأمس للتوقيت بالمساء، وبات التوقيت بالليل، وصار تفيد التحول من حال إلى حال، وما زال وما برح وما فتئ وما انفك تفيد الاستمرار، وليس تفيد النفي وما دام تأتي لبيان المدة. تمام،
قلنا أن كل هذه الأفعال المضارعة والأمر منها عمل الماضي، يعني كما يكون الفعل الماضي منها ناقص ناسخ فالفعل المضارع والأمر أيضا يكون ناقص ناسخ. فمثلا كان نقول كن ويكون، كن ويكون كلاهما يعملان عمل الماضي، يعملان عمل كان. وأيضا امسي ويمسي، وأصبح ويصبح، ويضحي ويضحي أو يضحى، وبقية طبعا بقية هذه الأفعال على نفس القياس. إذن الشاهد في الكلام الأفعال المضارعة وأفعال الأمر من هذه الأفعال الناقصة الناسخة تأتي أيضا ناقصة الناسخة لأنها تعمل عمل الماضي. أما أفعال الاستمرار زال وبرح وانفك وفتئ فلا يأتي منها إلا المضارع، وهذا المضارع إذا جاء يعمل عمل الماضي، يعني أيضا يكون بحاجة إلى الدخول على جملة اسمية ويرفع المبتدأ وينصب الخبر بالضبط كأنه يكون في حالة الماضي. إذن ما معنى أن الأفعال المضارعة والأمر التي تأتي من كان وأخواتها تعمل عمل الماضي؟ معناها أنها إذا دخلت أيضا على الجملة الإسمية ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وأيضا زال وبرح وانفك وفتئة هذه الأفعال التي تدل على الاستمرار فلا يأتي منها إلا المضارع، والمضارع يعمل عمل الماضي. نقول يزال ويبقى يفتأ، ولابد أن تسبق هذه الأفعال بنفي، يعني زال وبرح وانفك وفتئ لابد أن تسبق بنفي من نافية أو لن نافية أو أي أداة من أدوات النفي. ولكن يغلب طبعا مع ما، يعني يغلب الاستعمال على ما دائما، ما زال وبرح وانفك وانفتح. حياكم الله اختنني، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما ليس وما دام فلا يأتي منهما مضارع ولا أمر، وقلنا أنهما يلزمان صورة الماضي. أهلا بك أستاذ رحال. تمام يا إخوة. إذن هل هناك مشكلة حتى الآن؟ وقلنا البارحة أن الكلام على خبر أنواع كان، أنواع خبر كان، الكلام على أنواع خبر كان مثل الكلام على أنواع الخبر، ليس هناك ثمة فرق، ولكن نقولها من جهة التذكير، يعني نذكرها من جهة التذكير. نقول أن خبر كان قد يقع مفردا، ويشترط فيه أن يطابق الاسم في النوع والعدد، طبعا في النوع يعني من جهة التذكير والتأنيث، وفي العدد من جهة الإفراد والتثنية والجمع. يكون منصوبا بعلامة النصب الأصلية أو الفرعية، يعني يكون بحسب، يعني بحسب الخبر. يعني إذا قلنا مثلا صار الجو صحوا، صحوا هنا هي خبر صار منصوبة وعلامة نصبها الفتحة. وبات المحاربان متحفزين، ده منصوب وعلامة نصبه الياء. ما زالت المجتهدات متفوقات، منصوب وعلامة نصبه الكسرة. أمس الباحثون ساهرين، منصوب وعلامة نصبه الياء أيضا، لكن ده طبعا لأنه من يعني جمع المذكر السالم. الشاهد في هذا الكلام أن خبر كان ينصب بحسب ما يكون من جهة الإفراد والتثنية، بحسب ما يكون. وقد يأتي أيضا الخبر لكان جملة اسمية أو فعلية، ويشترط في هذه الجملة أن تتصل بضمير يعود على الاسم ويطابقه نوعا وعددا. نحن بات القمر ضوءه ساطع، بات القمر ضوءه ساطع. فنقول بات هنا فعل ناقص ناسخ، والقمر هذا اسم بات مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وضوءه هذا مبتدأ، والهاء في محل جر مضاف إليه ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، وساطع خبر يعني خبر للمبتدأ اللي هو ضوءه، خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. إذن نقول ضوءه ساطع، جملة ضوءه ساطع خبر بات، وهو خبر جملة اسمية، أنا من مبتدأ ضوءه والهاء المضاف إليه والساطع، وهو يعني خبر للمبتدأ. وهذه الجملة كلها في محل نصب، في محل نصب خبر إيش؟ خبر كان. هناك أيضا يعني من النقاط إن إحنا لازم نقول
المضاف اليه الهاء هنا، الهاء هذا هو ضمير الربط الذي يربط بين المبتدأ، عذرا، الذي يربط بين اسم بات والذي يربط بين الخبر الجمله الاسميه. ضوءه القمر مفرد، والهاء ايضا لا تاتي الا للمفرد، وايضا القمر مذكر والهاء لا تاتي الا للمذكر، تمام. فهذا هو، اذا يجب على الضمير الموجود في الجمله الاسميه والجمله الفعليه ان يطابق الاسم اللي هو الخاص بالفعل الناسخ او الناقص، لابد ان يطابقه من جهتين، جهه النوع يعني التذكير والتانيث، او من جهه العدد فرض التثنيه والجمع. ايضا اذا قلنا صار الشرع يحكمنا، او صار الشعب يحكم نفسه، طبعا صار فعل ناقص ناسخ مبني على الفتح، الشعب هذا اسم صار مرفوع علامة رفعه الضمة، يحكم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو نفسه فعول به، والهاء هنا مضاف إليه، والهاء هنا مضاف إليه. إذن الشاهد أن الخبر ها هنا جاء خبر جملة فعلية، الشاهد أن الخبر جاء جملة فعلية، فنقول أن يحكم نفسه جملة، يحكم نفسه جملة فعلية في محل نصب خبر صار، وفيها ضمير يعود على الشعب وهو فاعل يحكم، فاعل يحكم. وأيضا مثل صار الشرع يحكمنا، وأصبح طبعا، لكن بعد ذلك ده الكلام ده بقى يعني نأتي الآن من خلال الآن، صار الشرع يحكمنا. أما خبر بقى شبه الجملة، إما أن يكون ظرفا وإما أن يكون جارا ومجرورا، مثل سيظل الإنسان في صراع، سيظل الإنسان في صراع، طبعا في صراع جار ومجرور شبه الجملة في محل نصب خبر كان. وباتت الغواصة تحت الماء أيضا نفس الإعراب. وإذا قلنا أصبح المسلمون فوق الأمم، أصبح المسلمون فوق الأمم، فوق الأمم هنا ظرف ومضاف إليه، إذن شبه الجملة في محل نصب خبر كان، تمام. بعد ذلك هل هناك شيء غامض، شيء واضح في هذا؟ نعم، نكمل إن شاء الله في تقدم خبر كان وأخواتها على اسمها. طيب، إذن خبر كان وأخواتها مثل خبر المبتدأ من حيث التقدم، فيجوز أن يتقدم الخبر على الاسم إذا كان الخبر شبه جملة والاسم معرفة، مثل كان فوق السارية العلم. وهذا الكلام سبق قلناه في درس المبتدأ والخبر، وقلنا أن الخبر إذا كان شبه جملة يعني ظرف أو جار ومجرور، وإذا كان المبتدأ معرفة يجوز من باب الجواز أن يتقدم الخبر على المبتدأ، وكذلك نفس الأمر في مع كان، يجوز أن نقول كان فوق السارية العلم، ويجوز أن نقول كان العلم فوق السارية، تمام. وأيضا ما يزال لله الفضل الأكبر، ما يزال لله الفضل الأكبر، طبعا يجوز أن نقول ما يزال الفضل الأكبر لله، باعتبار أن الخبر جاء جارا ومجرورا وهو طبعا شبه جملة، وباعتبار أن المبتدأ معرف بالألف واللام، وهذا من باب الجواز فقط. طيب، أما إذا كان الخبر شبه الجملة والاسم نكرة، فإنه يجب تأخير الاسم على الخبر، مثل لا يزال في مصر أبطال. الأصل أن يقال لا يزال أبطال في مصر، ولكن باعتبار أن المبتدأ جاء نكرة غير معرف بالألف واللام وجب تقديم الخبر عليه، فقلنا لا يزال في مصر أبطال. وظل تحت الرماد نار، ظل تحت الرماد نار، نعم متأخر وجوبا، أحسنت أختي. ظل تحت الرمادي نار، أيضا تحت هذا ظرف ونار، تحت الرمادي، تحت ظرف ورماد مضاف إليه، وهنا اسم ظل،
وطالما أن المبتدأ جاء معرّا من الألف واللام والخبر شبه جملة، إذن وجب تقديم شبه الجملة على المبتدأ. وكذلك إذا كان في الاسم ضمير يعود على بعض الخبر، مثل أصبح لكل جامعة مدرسوها، أصبح لكل جامعة مدرسوها، فطبعا الها في مدرسوها يعود على كل الجامعة، أصبح لكل جامعة مدرسوها. يبقى إذن الاسم ضمير يعود على بعض الخبر، وجب تقديم الخبر على المبتدأ. يبقى الأصل أن يقول أصبح مدرسون، أصبح مدرسون لكل جامعة، هذا أصل أن يقال. يعني هذا هو الفرق بين أصبح لكل جامعة مدرسوها، والفرق بين أصبح مدرس أو مدرسون لكل جامعة، هذا هو الفرق. طيب، إذا لما التحق الضمير الذي يعود على الخبر بالمبتدأ وجب إيش؟ وجب تأخيره، وجب تأخيره. فبدلا من أن نقول أصبح مدرسون لكل جامعة، لا، أخرنا، حطينا لكل جامعة قدام، أخرنا المبتدأ وشلنا النون ووضعنا مكانها ضمير يعود على الخبر اللي هو لكل جامعة. قلنا أيضا أن الأفعال اللي هي الخاصة بكان وأخواتها اللي هي الناسخة الناقصة تأتي أحيانا غير ناقصة، يعني تأتي تامة. يعني مثلا إذا قلنا اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، فطبعا كنت هنا تامة وليست بناقصة. نعم تامة، لأنها لا تحتاج إلى مفعول، لا تحتاج إلى مفعول به. طيب أنا ثانية واحدة ويعني هرجع أمسك المكتب. طيب عذرا على المقاطعة، في صوت الآن؟ طيب الحمد لله. نقول اتق الله حيثما كنت، فطبعا كنت هنا اكتفى بالفعل اللي هو ضمير مستتر تقديره أنت، والتاء هنا تاء المخاطب. تمام، كنت اتق الله حيثما كنت، إذن ليس ثمة جملة اسمية بعد كان، وإنما إيه اللي وقع بعد كان؟ وقع بعد كان فاعل، فطالما الذي وقع بعد كان ليس بجملة اسمية وإنما الذي وقع بعدها فاعل، إذن هي كانت تامة وليست بالناقصة. أيضا قلنا وراقبه حين تمسي، اتق الله حيثما كنت وراقبه حين تمسي. طبعا تمسي احنا قلنا ان الافعال هذه الافعال امسى من اخوات ايش؟ اخوات كان. وقلنا ان هذه الافعال اذا جاءت منها المضارع عملت عمل الماضي، يعني هي لا تزال في حكم اخوات كان، ولكنها جاءت تامة لانها اكتفت بمرفوعها اللي هو فاعل ضمير مستتر تقديره ايش؟ تقديره انت، حين تمسي انت، وحين تصبح انت ايضا، تصبح هنا كان تصبح ايضا اكتفى بمرفوعه. قلنا تصبح انت الفاعل ضمير مستتر تقديره انت، وحين تبيت انت، واذا اضحيت انت، فلا تبرح منزلك الا معتمدا عليه. فلا تبرح، تبرح هنا طبعا من الافعال الناقصه الناسخه، ولا سيما انه سبق بلا وهي اداه نفي. لا تبرح منزلك، يعني لا تبرح انت ايضا، لا تبرح انت. واجعل هذا شعارك ما ظللت، واجعل هذا شعارك ما ظللت، وهي وطبعا هنا ظللت الفاعل تمسك تضيره انت ايضا. شوف كل هذا جاءت اخوات كان اخواتها جاءت تامه، كل هذا اكتفت بفاعلها ولم تقع بعدها جمله اسميه. ايضا قلنا وما دامت الحياه، يعني لو قرأنا من الاول قلنا واجعل هذا شعارك ما ظللت
ما دامت الحياة وما دامت دامت الحياة، طبعا ما دام، طبعا قلنا دام سبقت هنا بما ان في اهو دامت الحياة، والحياة هنا تعرف ايش؟ لا تعرف ايش الحياة هنا؟ ما دامت الحياة. حيا الله محمد كيو، فاعل، احسنت يا اختنا، فاعل. ودامت هنا اكتفت بايش؟ اكتفت بفاعلها ولم تنصب مفعولا به. وايضا اذا قلنا فلله وحده تصير الامور، فلله وحده تصير الامور، طبعا تصير هنا ايضا اكتفى بفاعله، الفعل تصير اكتفى بفاعله وهو الامور. اذا الاستنتاج تاتي كان تامه غير ناقصه ولا ناسخه اذا اكتفت بمرفوعها ولم تحتج الى منصوب، ويتم بهذا المرفوع الذي يعرب فاعلا، وكذلك جميع اخواتها. تمام، نحن كده الان ان شاء الله تعالى انتهينا من كان واخواتها. نمسك الدرس مع بعض. طبعا كان وامس واصبح واضحى وظل وبات وصار وما زال وما برح وما انفك وما فتئ وليس وما دام، كلها لها نفس الحكم. اذا دخلت على الجمله الاسميه تنصب ترفع المبتدا ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. قلنا انواع خبر كان مفرد وجمله اسميه او جمله فعليه او شبه. من النقاط التي يجب ان ندركها جيدا ان طبعا الخبر الجمله الاسميه والجمله الفعليه لابد ان يكون هناك ثم الضمير يربط بين الخبر وبين اسم، بين اسم كان أخواتها. أما شبه الجملة فطبعا يعني إما أن يكون ظرفا وإما أن يكون جارا ومجرورا. وقلنا أيضا أن تقدم خبر كان وأخواتها على اسمها نفس قواعد التي قلناها في الخبر. قلنا خبر كان وأخواتها يجوز أن يتقدم إذا كان الخبر شبه جملة والاسم معرفة، ويقدم إذا كان الخبر شبه جملة والاسم نكرة، وكذلك إذا كان في الاسم ضمير يعود على بعض الخبر، وهذه في منتهى الأهمية. إذا في الكتاب، طبعا هناك ما هو أكثر بكثير من هذا في الكتاب، قلنا أن هناك حالة واحدة للجواز وحالتين للوجوب. الحالة للجواز هي كون الخبر شبه جملة والاسم أو المبتدأ معرف بالألف واللام. وللوجوب يعني حاجتين، الوجوب حالتين. الحالة الأولى في الوجوب أن يكون الخبر شبه جملة والاسم نكرة، والحالة الثانية إذا كان في الاسم ضمير على بعض الخبر، زي ما قلنا كده أصبح لكل جامعة مدرسوها، أصبح لكل جامعة مدرسوها. وقلنا أن أيضا تأتي كان تامة غير ناقصة ولا ناسخة إذا اكتفت بمرفوعها ولم تحتج إلى منصوب، ويتم المعنى بهذا المرفوع الذي يعرب فاعلا، وكذلك بعض أخواتها. تمام، هل هناك مشكلة لحد الآن؟ علشان بعد كده نخش على أفعال المقاربة والرجاء والشروع. طيب الحمد لله رب العالمين. أفعال المقاربة والرجاء والشروع هي أفعال تعمل عمل كان وأخواتها، يعني هذه الأفعال تعمل عمل كان وأخواتها، إلا أنه الفرق بينها وبين كان وأخواتها أن هذه الأفعال يقع خبرها خبر جملة فعلية، إنما كان وأخواتها بيقع خبرها خبر إيش؟ ها يعني لابد، يعني قد يكون خبر كان وأخواتها قد يقع مفردا، وقد يقع جملة اسمها جملة فعلية، وقد يقع شبه جملة عادي. أنواع الخبر معطاة بكاملها لكان، على عكس أفعال المقاربة والرجاء والشروع. نقول أفعال المقاربة والرجاء والشروع هذه الأفعال لا يأتي خبرها إلا جملة إيش؟ إلا جملة فعلية، وهذا في منتهى الأهمية للتفرقة بين أفعال المقاربة والرجاء والشروع وبين كان وأخواتها، مع أنهما يعملان نفس العمل، يعني ينصبون يرفعون المبتدأ وينصبون الخبر. تمام؟ نقول تدخل كاد وأخواته على الجملة الإسمية فترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتجعل خبرها بين قوسين اللي هو الجملة الفعلية في محل نصب،
يبقى اذا هي تخش على الجمله الاسميه، تخش على الجمله الفعليه. طبعا هي بتخش على الجمله الاسميه. طب واحنا ليه بنتكلم عن الجمله الفعليه؟ بنقول يا جماعه مش بتخش على الجمله الفعليه، لا ده خبرها بيكون جمله فعليه. تمام. مثلا اذا قلنا كاد الدعاة للسلام ينجحون، كاد السلام ينجحون. طبعا كاد هنا طبعا فعل ماضي مبني على الفتح، كاد الدعاة للسلام. الدعاة هذا اسم كاد مرفوع علامة رفع الضمة، للسلام هنا جار ومجرور، وينجحون طبعا ينجحون هم. نقول والجملة الفعلية من الفعل والإيش، من الفعل والفاعل في محل نصب خبر كان، خبر كاد عذرا، خبر كاد. تمام. طيب ما هي أفعال المقاربة؟ نقول أفعال المقاربة هي الأفعال التي تفيد بوقوع الخبر، ولذلك أما أسميناها بأفعال المقاربة. يبقى هذه الأفعال تفيد قرب وقوع الخبر، وهي ثلاثة: كاد وكرب بالكاف طبعا مش بالقاف، كرب وأوشك. هذه الأفعال الثلاثة يعني من أفعال المقاربة. ولذلك أوشك، الفعل أوشك له مثال في منتهى الاشتهار، اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا رضوا بالمنكر ولم ينكروه، إذا رضوا بالمنكر بين ظهرانيهم يعني قال إيش؟ قال إذا رضى المسلمون، إذا رضى المؤمنون بالمنكر بين ظهرانيهم أوشك الله أن يعمهم بعذاب منه، أوشك الله أن يعمهم بعذاب منه. أيضا يعني من الأمثلة: أوشكت المشروعات الكبرى أن تتم، أوشكت المشروعات الكبرى أن تتم. إذا خلاصة الكلام نقول كاد وكرب وأوشك هي أفعال المقاربة، وهي التي تفيد قرب وقوع الخبر. إنما عسى وحرى وخلولقى هذه الأفعال تفيد الرجاء، ولذلك نسميها أفعال المقاربة والرجاء. يبقى إذا الرجاء تفيد رجاء وقوع الخبر. أما أفعال الشروع هي الأفعال التي تفيد البدء في الخبر، البدء في الخبر. زي إيش؟ زي بدأ وشرع وأخذ وطفق وأنشأ وجعل. كل هذه أفعال تدخل في معنى الشروع، وأي فعل يدخل في معنى الشروع بمعنى البدء فهو يعد من أفعال الشروع، وطبعا بيرفع المبتدأ وينصب الخبر. هل هناك مشكلة في ذلك؟ هل هناك شيء واضح؟ واضح. طيب الحمد لله. قلنا أن خبر هذه الأفعال لابد أن يكون جملة فعلية، لابد. انتبهوا هذه الجملة في منتهى الأهمية. نقول خبر هذه الأفعال لابد أن يكون جملة فعلية، فعلها مضارع، ولابد أن يشتمل على ضمير يربط الجملة الخبر بالاسم. زي ما قلنا كده، أوشك الله أمهم بعذاب. أوشك ده فعل ماضي هو مبني على الفتح، الله فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، صح ولا ايه؟ مش فاعل برضو؟ مين الاخوة صلح لي؟ نقول أوشك الله، نقول أوشك الله أن يعمهم بعذاب منه. أنا قلت أوشك فعل ماضي، والله فاعل. من يصح هذا الإعراب؟ تمام، اسم أوشك أن يعمهم، طبعا دي أن الناصبة في يعني مبنية على السكون، يعمهم طبعا يعم ده فعل مضارع اهو طبعا، ونحن من نواصب الفعل المضارع فهتبقى يعمهم
منصوب عليه نصب الفتحة، وهم مفعول به في محل نصب أيضا مفعول به، بعذاب جر ومجرور ومنه جر ومجرور. أين خبر أوشك؟ وقلنا أن خبر أوشك لا يأتي إلا جملة فعلية فعلها فعل مضارع، وقد يأتي مصحوبا بأن بالأداء، غالبا يأتي مصحوبا بالأداء أن، نعم الجملة من الفعل من الفعل والفعل مفعول به. نعم تكون كلها في محل نصب خبر أو شك. طيب يقول يأتي خبر هذه الأفعال مقرونا بالأداة أن غالبا مع أو شك وعسى وحرى، وقليلا مع كاد، ومجردا منها مع أفعال الشروع، وأن لا يؤول الكلام الذي بعدها بمصدر. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني نقول أن هذه الأفعال دائما ما يأتي خبرها اللي هو خبر الجملة الفعلية مقرونا بالأداة أن مع أفعال المقاربة اللي هي أوشك وعسى، مع من أفعال المقاربة اللي هو أوشك، ومع فعل عسى اللي هو من أفعال الرجاء، ومع الفعل حرى من أفعال الرجاء. ويأتي قليلا الخبر مقرونا بأن مع كاد، ولا يأتي مقرونا بأن مع أفعال الشروع. يعني أفعال الشروع ما ينفعش يجي الخبر بتاعها مقرون بأن، اللي يجي الخبر بتاعه مقرون بأن اللي هي أوشك وعسى وحرى وكاد، ده اللي يجي الخبر بتاعهم مقرون بأن. إنما أفعال الشروع لا يأتي الخبر الجملة الفعلية بتاعها مقرونا بأن، تمام. وطبعا أن دي مش أن المصدرية، لأن أن المصدرية اللي هي بيؤول الكلام الذي بعدها بمصدر، تمام. ولكن هذه أن الناصبة اللي هي بتنصب الفعل المضارع دائما. إذا أن إذا لحقت بالفعل المضارع اللي هو الخبر بتاع الجملة الفعلية بتاع أفعال المقاربة رجوع ومقاربة رجاء والشروع، يكون تكون هذه أن إيش؟ أن الناصبة، لأن المصدرية تكون هذه أن الناصبة كفعل بعدها لا يؤول بمصدر. طيب نحن كنا بنتكلم في أفعال المقاربة والرجاء والشروع، وقلنا إن أفعال المقاربة هي كاد وكرب وأوشك، وهي التي تفيد قرب وقوع الخبر. وأفعال الرجاء اللي هي حسى عسى وحرى وخلولقة، وهي التي تفيد رجاء وقوع الخبر. وأفعال الشروع اللي هي بدأ وشرع وأخذ وطفق وأنشأ وجعل، وتفيد البدء في تناول الخبر أو البدء في الخبر. يعني قلنا أن كل هذه الأفعال تعمل عمل كان وأخواتها، فترفع المبتدأ وتنصب الخبر. وقلنا أن خبرها لا يأتي إلا خبر جملة فعلية فعل مضارع، لا يأتي خبرها إلا خبر جملة فعلية، ويكون الفعل اللي فيها فعل مضارع. وطبعا الفرق بين ده وبين اللي كان، نعم والفرق، قلنا الفرق في الخبر بين كان وأخواتها، وبين كان وأخواتها إن كان وأخواتها بيمر عليها جميع أنواع الخبر، مفرد وجملة اسمية وجملة فعلية وشبه جملة. إنما كاد لا يأتي الخبر بتاعها إلا خبر جملة فعلية، ويكون الفعل فعل مضارع. وقلنا إن أحيانا وطبعا الشرط أن يشتمل على ضمير ربط، يعني لابد إن الخبر ده الجملة الفعلية يشتمل على ضمير ربط يربط بين جملة الخبر وبين اسمها. وقلنا إن قد يأتي خبر هذه الأفعال مقرونا بالأداة أن الناصبة مش أن المصدرية، لأن احنا قلنا إن أن اللي بتيجي في الخبر الجملة الفعلية بتاعت هذه الأفعال وأول الفعل بعدها بمصدر، يعني لا يمكنك أن تأول الفعل بعدها بمصدر. فنقول الأداء أن تأتي غالبا في خبر أوشك وعسى وحرى، وتأتي قليلا في خبر كاد، يعني خبر كاد قليل ما تلاقي الخبر بتاعها مقرون بأن الناصبة، ومجردا منها مع أفعال الشروع. يعني قلنا أن لا تدخل على خبر أفعال الشروع اللي هي شرع وأخذ وطفق وأنشأ وجعل، وأي فعل في معنى الشروع يبقى من أفعال الشروع، تمام. بنقول ملحوظة، أفعال الشروع قد تأتي تامة فترفع فاعلا وتنصب مفعولا به، يعني مش لازم يجي وراها يعني
اسم ويجي وراها خبر جمله فعليه، لا ممكن يجي وراها فعل وفاعل ومفعول به عادي جدا، وتكون في هذه الحاله تامه. نحن بدانا الدرس، بدانا الدرس، بدا اهو ده فعل من افعال الشروع، بدا فعل ماض بدا، ولا مش مبني على الفتح؟ حد من الاخوه صلح، الاخوه ناقص مركزه معايا، مفيش حد انا مركز معاه خالص. ها بدأنا الدرس، بدأنا ده انا اعربت بدأ فعل ماضي مبني على الفتح، الاعراب ده صح يا اخوه؟ طب لا ايوه احسنت اختنا، لانه اتصل بضمير اهو من طالما اتصل بضمير من ضمائر الرفع، يبقى خلاص كده مش مبني على الفتح، مبني على السكون. وطبعا بدأنا، طبعا نا هنا من الفاعل، الدرس ده مفعول به، يبقى هنا وقعت تامه ولا ما وقعت تامه؟ لا هنا وقعت تامه، هي هنا لم تحتاج الى ايش؟ يعني لم تحتاج الى ان يكون خبرها، يعني يكون لها اسم وخبر وخبرها يكون جمله فعليه وكل هذا الكلام، هي لم تحتاج، وانما رفعت فاعل ونصبت مفعول به، طالما رفعت فاعل ونصبت اذا فهي تامه وليست بناقصه. ايضا مثل قولنا شرع الله لنا الدين، شرع الله، شرع هذا فعل ماضي مبني على الفتح، الله فاعل، لنا اللام حرف جر، والنا ضمير مبني في محل جر، في يعني في محل في محل جر بحرف الجر، والدين هنا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتح. نعم. أخذنا الحق، أخذنا أيضا هي أخذنا الحق، أخذ الفعل الماضي مبني على السكون، والنا نا الفاعل، والحق مفعول به. أنشأ المهندس العمارة، فعل وفاعل ومفعول به. جعلنا الصحراء جنة، جعلنا هو فعل ماضي مبني على السكون، والنا فاعل، والصحراء مفعول به. وجنة، جنة هتعبوها إيه؟ جعلنا الصحراء جنة. حال، نعم، جعلنا الصحراء جنة. هذه ليست حال، هذه الجملة فيها مشكلة، بنجيبها المرة الجاية إن شاء الله. الجملة دي فيها، دي أنا شاكك إنها حال، هي مش حال. لا ليه؟ لأن الحل يعني غالبا ما بيكون، يا ممكن سنة وشيء نتكلم في المرة إن شاء الله بتاعت جعلنا الصحراء جنة، لا هي مش حل، ممكن تبقى مفعول به ثاني، ممكن، بس يعني كلمة جنة مش عارف أشكلت عليا الآن، مش لفت في دماغي، مش عارف. المهم، إذن الشاهد من كل هذا الكلام، الشاهد من كل هذه الأمثلة، أن أفعال الشروع قد تأتي تامة فترفع فاعل وتنصب مفعول به. تمام، هل هناك مشكلة في ذلك؟ هل هناك مشكلة في ذلك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في حاجة من الحاجات اللي فاتت مش واضحة في أفعال الرجاء، في أفعال المقاربة رجاء الشروع؟ واضح. احنا كده خلصنا الدرس، احنا ممكن دلوقتي بقى نقوم نقفل الكتاب ونروح خلاص كده. مرجع ان شاء الله نخش في ان واخواتها، في طبعا جمل من الاعراب نستعرضها مع بعض. لا هي مش صفه، هي بالتاكيد مش صفه. ليه؟ لان الصفه يشترط انها تطابق اوصوف في التعريف والتنكير. طبعا الصحراء معرفه وجنه نكره، فمش هينفع، لا صفة ما ينفعش. هي الأقرب، أقرب حاجة مفعول به تاني، هي دي أقرب حاجة أنا شايفها، يعني هي مفعول به تاني. تمام، وإن شاء الله جعلنا الصحراء جنة. جعلنا الصحراء جنة. فجنة هنا ممكن تبقى مفعول به تاني. طيب نقول يبيت اعربه بقى، دي جمل الاعراب حوالي تقريبا، بسم الله، هما ست جمل، بس ست جمل ست جمل يعني حلوين.
طيب، يبيت الأطباء ساهرين على راحة المرضى. يبيت الأطباء ساهرين على راحة المرضى. يلا أعربوا. ماشي، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخرها. أطباء فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ساهرين بقى الله المستعان. طيب نروح يا اخو، احنا قلنا ان الافعال اللي هي ايش؟ الافعال سنه واحده محدش يعرف بقى. احنا قلنا الافعال اللي هي كان واخواتها، كل بتاعت كان واخواتها اذا جاء منها الفعل المضارع، اذا جاء منها الفعل المضارع يعمل عمل الفعل الماضي. اللي هو ايه الفعل اللي ايه هو عمل الفعل الماضي؟ اللي هو بيدخل على الجمله الاسميه فيرفع اسمها ويبقى مبتدا، يرفع المبتدا ويسمى اسمها، وينصب الخبر ويسمى خبرها. فاحنا قلنا حتى لو جه الفعل المضارع او الامر من هذه الافعال يعمل عمل الفعل الماضي، صح؟ ايوه احسنت. روك فورد، الاطباء اسم يبيت وساهرين خبر. ف يعني هو هنا التبس الامر ليه؟ لانها جاءت في صوره المضارع ودايما بنحضر منه يعني. يبقى الاطباء اسم يبيت مرفوع علامه رفعه الضمه الظاهره، وساهرين خبر يبيت منصوب علامه نصبه ايش؟ الياء، لانه جمع مذكر سالم، وعلى راحه جر ومجرور والمرضى طبعا مضاف اليه. طيب خدوا الجمله دي، ما برح الغرب يستمد، أو يستمد عذرا، يستمد حضارة أو من حضارة الإسلام، من حضارة الإسلام. يلا أعرب، ما برح الغرب يستمد من حضارة الإسلام. ما برح، ماشي، ما برح بنعربها كده، ها لوحديها تعرب ما لوحديها، وبرح لوحديها تقول ما، ده حرف نفي بس مبني على السكون. لا احسنت اختنا، جزاكم الله خير. برح فعل ماضي ناسخ مبني على الفتح، تمام؟ ماشي احسنت اختنا، جزاكم الله خير. الغرب بقى أحسنت أختي النيو، الغرب اسم ما برح مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، ويستمد فعل مضارع مرفوع، نعم يستمد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. طب أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو، وطبعا من حضارة، طبعا ده جار ومجرور، من حضارة الإسلام مضاف إليه مجرور وعلامة جاره الكسرة. مين بقى يجيب لي الخبر ما بارحة؟ احسنت اختنا نيو، الجملة الفعلية اللي هي بتاعت يستمد هو في محل نصب خبر ما بارحة. احسنت، جزاكم الله خير. طبعا احنا قلنا دي قبل، جبتها انا في المسابقة بتاعت المرة اللي فاتت، الجملة دي هتعرفها على طول. ما شاء الله كان. ليه بس كده حاج لوك فورورد؟ ليه؟ واي الجملة الفعلية خبرها. لا ماشي، بس انت ما قلتليش الجملة الفعلية اللي هي فين يعني. بس كويس، لا احسنت والله، جزاك الله خيرا يعني، انت اجبت اجابة صحيحة وقبل اختنا نيو كمان. ماشي يا عم ماشي، احنا قلنا ما شاء هنا اسم موصول بمعنى الذي، وبعدين ثم ماذا؟ هيبقى في محل ايه؟ طيب هي ما اسم موصول بمعنى الذي مبني في محل رفع مبتدا، مبني في محل رفع مبتدا.
وشاء ما شاء الله كان، شاء فعل ماضي مبني على الفتح، احسنت. اه ده فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. طيب طالما احنا قلنا في اسم موصول، اه يبقى صلة الموصول جملة اللي هي بتاعت شاء الله كلها على بعضيها صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وكان تعريفها ايه؟ لا 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 لا، شاء الله احنا قلنا اي جملة بتيجي بعد بتيجي بعد الاسم الموصول دي بتبقى صلة الموصول، ملهاش اي علاقة بأي حاجة، ودايما لا محل لها من الاعراب، هي كده يعني ربنا خلقها كده. تمام ماشي. بعد كده كان هنقول فعل ماضي ماشي، والفعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة من كان والفاعل في محل رفع خبر ما. كان هو، اه كان هو الجملة كلها في محل رفع خبر ما. تمام ماشي. مش حاجة فرد. المائدة 52، المائدة 52، خلي بالك وإن دي صعبة شوية، هي ما نزلش ليه؟ برنامج عندك حد ينزل صورة المائدة 52؟ حد يا جدعان نزل سورة المائدة 52؟ ايه البرامج كلها ضربت ولا ايه؟ ادي المائدة اهي 52 بقى، ثانية واحدة اهي جت الحمد لله 52 52 اهي. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. عايزين نعرف بقى إيه؟ عايزين نعرف عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. عايزين نعرف دي سنة واحدة خدها كبير. طب من اول عسى بقى، لا ما احنا مش هنعمل ايه كلها، احنا يعني فاضيين، هنعمل من اول عسى الله ان ياتي بالفتح وامر من عندي. عسى فعل ماضي ناقص مبني على الفتحه المقدره على الالف لحد. لا 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 ده اختنا شام، بسم الله ما شاء الله، احسنت يا اختنا كملي. ماشي الله انا مترفع الضمه الظاهره. ها أن حرف إيه؟ حرف نصب، بنقول عليه حرف مصدري، مصدري لأنه بيجي قبل الفعل، مش لكن دي مش بتأول فيها الفعل بمصدر، يعني ما ينفعش أقول عسى الله إتيان بالفتح، لا ما ينفعش، إنما هي هنا أنا إنما هي أن هنا بتبقى يعني حرف مصدري باعتبار إن هو بيجي قبل الفعل. يبقى نعرف أن بنقول هي حرف نصب أو حرف مصدري ونصب. تمام. وياتي تبقى طبعا انت عارف اختنا يبقى فعل مضارع منصوب علامه نصب الفتحه الظاهره، والفعل ضمير مستتر تقديره هو، طبعا بالفتح، وطبعا ان ياتي كلها على بعضيها اللي هو ان ياتي في محل نصب خبر عسى، احسنت، بالفتح اللي هي جار ومجرور، او امر بقى طبعا، او حرف ايه اللي عارف عطف. طب امر معطوف طبعا على الفتح مجرور على مجرى الكسره، ومن حرف جر وعندي مجرور بمن والهاء مضاف اليه. تمام طيب، يبقى اذا من المهم جدا ان ننتبه الى مساله خبر عسى، لان الخبر عسى احنا قلنا عسى من افعال ايه؟ من افعال المقاربه ولا الرجاء ولا الشروع؟ عسى من افعال ايه؟ الرجاء، احسنتم، من افعال الرجاء. وطالما انه من افعال الرجاء اذا فالخبر بتاعه دائما ما يكون جمله فعليه فعلها فعل مضارع. ايوه حلو، من المهم ان نتذكر مثل هذه القاعده لسان العرب. لما نيجي نقول مثلا
بدأت الدولة توجه اهتمامها لاستزراع الصحراء. بدأت الدولة توجه اهتمامها لاستزراع الصحراء. لا اعرف دي كلها، اعرف من أول بدأت الدولة توجه اهتمامها لاستزراع الصحراء. بدأت ايه؟ يلا من افعال الشروع. اي خدمة، انا لسه شارح افعال المقاربة رجاء الشروع. طب وانا اعمل لك يا اخي، خلي الاكل بقى ينفعك. طبعا، امال ايه؟ وما كنتش تسيب الفراخ عشاني، امال هتسيب عشان مين؟ طيب اخونا دوك بيقول بدأ فعل ماضي مبني. طيب بدأ فعل، يعني فعل ناسخ ماشي، مبني على الفتح والتاء بالتأنيث ماشي. والدولة، أحسنتي أحسنتي أختنا شاب. اسم بدأ مرفوع لم ترفع الضمة الظاهرة. توجه، توجه أيوة. أمال إيه؟ خبر جملة فعلية. خبر لمين يا ابني؟ خبر لمين يا ضنايا؟ يبقى نقول توجه فعل مضارع مرفوع عن ترفع الضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي، والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب خبر بدأ. ماشي كمل. اهتمامها، طبعا اهتمامها مفعول به زي ما انت قلت، منصوب وعلامة نصب الفتحة، والهاء مضاف إليه. الاستزراع جار ومجرور طبعا معروفة. الصحراء تعرب بإيه؟ بتكتبي لاتيني يا أختنا. الكنز دي مش عايز تخلص ليه؟ مضاف إليه مجرور. أحسنت أحسنت. مضاف إليه مجرور على مجرد كسر الظهر. طبعا في الغالب لما بيجي اسم، يعني بيجي اسم بعد الجر والمجرور، بغالبا غالبا 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 بيقعد مضاف اليه، يعني مش هتطلق هذه القاعده. خلاص اخي، جثت الدوله في حاجه الى عون ابنائها. امست الدوله في حاجه الى عون ابنائها. يبقى عيب. أمس فعل ماضي ماشي، وهو من أخوات كان طبعا، والتاء بالتأنيث. الدولة أحسنت أختنا شاء. الدولة اسم أمس. أحسنت وأحسنت يا أخي لوكفور. مرفعة تفضل حاجة. طب انت ست اهم حاجه في الجمله، ما عرفتش في حاجه. ايوه احسنت افتنى. في حاجه الجر والمجرور طبعا شبه الجمله، في محل نصب خبر امس. في محل نصب خبر امس نعم. الى عون طبعا، خلاص محمد كيو عربها. الى عون جر ومجرور، ابنائها الابناء مضاف اليه مجرور، والهاء برضه مضاف اليه مبني في محل جر. طيب ماشي، جزاك الله خيرا يا مولانا لوك فورد. سيب الراجل يا عم، انت انت في ايه؟ سيب لوك فورد يا عم، اهو كويس حلو بيجاوب معانا والله. اهو خرج خرج. ثانية واحدة، أنا عايز أحتفل بحاجة. وربنا أنت لو جنبي يعني كنت دفنتك تحت السرير دلوقتي. المهم إيه ده؟ ده أدمن. بسم الله ما شاء الله. هو دخل أدمن علشان ما تعرفش تنقطه. حيا الله مولانا دكتور. طيب خلاص احنا كده خلصنا الدرس يا اخو. حد عنده سؤال في الحاجات اللي فاتت؟ طبعا احنا المره الجايه ان شاء الله هنخش على انا واخواتها، هناخد انا واخواتها ولنا ثالث جنس، يعني الاثنين الاثنين مع بعض، ناخدهم مع بعض ان شاء الله المره الجايه لانهم سهلين، وربنا يكرمنا ان شاء الله. هل هناك اي سؤال؟ توكل على الله محمد كيو. هل هناك أي سؤال؟ حد يطرد محمد كيو يا أخي. هل هناك أي سؤال في الحاجات اللي فاتت؟
هل هناك اي سؤال في الحاجات اللي فاتت؟ طبعا كلمة جنة، جعلنا الصحراء جنة، كلمة جنة دي راجح انها مفعول به تاني، هي يعني ما تمشيش اصلا غير مفعول به تاني يعني. لكن لكن برضو ايه يعني، انا هتأكد منها برضو عشان لو يعني لو انا غلطان او حاجة ابقى برضو اقول لكم الصح. خلاص ماشي يا اخو. حد ليه سؤال في الحاجات اللي فاتت؟ حد من المهم بقى يعني، احنا هنقف هنقف لحد إنا واخواتها، وهجيب الادوات والحاجات اللي احنا خدناها من الاول وقلنا عليها حفظ، هجيبها ان شاء الله في المسابقه، فالاخوه تحفظ جيدا لمن شاء. طبعا طبعا مش هينفع بقى كل مره نعمل مسابقه نقول الفاروق عمر لازم، لان اخر مره يعني الراجل بصراحة بعت هدايا كتير، فاحنا ايه المرة دي بقى نخلي يعني انا ان شاء الله هصبغ، واللي هيفوز انا بعت له هدية. تمام ان شاء الله اللي هيفوز دي. عشان بس الراجل كده بعدين اساسا هو الفاروخ مش موجود تقريبا، هو مسافر مش عارف. المهم طب ننهي الدرس وبعد كده نتكلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. طب كده احنا الحمد لله انهينا التسجيل، محدش سجل حاجة بقى بعد كده. المهم ان شاء الله يوم الاثنين الجاي في مسابقة ان شاء الله، واللي اللي هيكسب يعني على طول ايه هبعت له يوم الاثنين الجاي على طول هبعت له دي. يعني هصبغ ان شاء الله النهارده بالليل يا بكره يعني، حاجة من الاثنين لو ما كانش، وربنا يسهل ان شاء الله. خليها التلات. ماشي يا عم نخليها التلات، حاضر مش مشكلة. طيب ماشي خلاص نخليها التلات، يناسبك التلات يا أختنا. طيب تمام ماشي، ما خلاص خلاص بقى يا عم بقى. فين انت؟ فين يا فين محمد كيو؟ فين محمد كيو؟ انا مش لاقيك ليه؟ انت رافع ايدك ولا مش رافع ايدك؟ طبعا ظهر ده باسمك تاج عم، خد اهو نقطة، خد دي في قلبك. ربنا يهديك يا عم كيو، ربنا يهديك. طيب حد من الإخوة دي سؤال يعني، فكروا حد من الإخوة عايز. إن شاء الله يا محمد كيو إن شاء الله حبيبي. المهم لما نيجي مثلا نقول جملة زي بدأ العالم يتطلع إلى يتطلع للسلام، طبعا الاسم هنا العالم والخبر اللي هو يتطلع هو، وشرع المصلحون ينادون به، وأخذ الشعب يستيقظ، وأنشأ السد يؤتي ثماره، وجعل الإنسان يفسد الطبيعة. كل دي من أفعال الشروع. الاسم يبقى الخبر بتاعه بيبقى جملة فعلية. طبعا طبعا قلنا افعال الشروع يعني يمتنع اقتران خبرها بان. طب ثانية واحدة يا محمد، طب حد من الاخوة عايز ياخد المايك يفتح موضوع يتكلم في حاجة او ها غير محمد كيو؟ حد عايز اي حاجة؟ عايز يعني عنده استفسار، عنده عايز اي حاجة عايز تشرح تاني ان شاء الله غير محمد كيو؟ ها اني بادي حلوة، اني بادي دي بادي طالعة مخخمة ازاي ده محمد؟ بسم الله ما شاء الله، انجليزي المصريين ده، اني بادي واخد بالك. يلا طيب احنا هسيب المايك يا جدعان، اروح ادور. لا العرب ده في العربي بس مش في الانجليزي. بس يا محمد، بس يا محمد وربنا بص هنقطك. بس يلا انا هسيب المايك هكمل بس الكنز واروح ارميها واجي ان شاء الله على طول. السلام عليكم. ما إن كنت
طيب السلام عليكم. انا لسه مصمم على السؤال بتاعي يا جماعه. هتقول لي جمله اسميه مكونه من اربع مبنيات ما فيهاش ولا فعل موجوده في الكتاب المقدس. عايز الجمله دي يعني. فيها اربع مبنيات وما فيهاش ولا فعل. اختنا نيو جابت بس فيها فعل. انا عايز واحده ما فيهاش ولا فعل وهي موجوده في الكتاب المقدس. اه هاتها لي وهجاوب سؤال. لا هاتها لي وبعدين هجاوب سؤال. يلا انا مستنيك تجيبها. يلا يلا هاتها. يلا عارفها. طيب كنت بغسل ايدي والله فجت في دماغي. لا 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 والله ما فيهوش ضحك ولا حاجه. ده نص مهم جدا لا 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 لا. فين المبنيات في كده يعني؟ لا جمله مفهومه. لا لا جمله مفهومه فيها اربع مبنيات بتدي معنى واتقالت من فم يسوع. طيب انا هقول هي اتقالت امتى وكله هيعرف. اتقالت بعد القيامة. اتقالت بعد القيامة المزعومة. يلا انا والله بفكر فيها كده. جيت اقلبها كده في دماغي لقيتها كلها مبنية يعني جملة. هي مش هو راح وقال لهم جسوني وانظروا؟ قال لهم ايه بعدها يا عم لوك؟ قال لهم جسوني وانظروا. قال لهم جملة بعدها. الجملة دي من اربع مبنيات وليها معنى. لا قال لهم جسوني وانظروا اني انا هو. اهو ان والياء وانا وهو كلهم مبنيات. اربع مبنيات ما فيش ولا فعل وبتدي معنى للجمله. دي انا كنت بفكر فيها كده بقول سبحان الله ما فيش ولا مفيش حاجه خالص. اهي ايه بص بقى بالنسبه للبيت اللي جابه لوك. بالنسبه للبيت بقى اللي جابه لوك الام 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 بداء ان 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 اوان. تمام. بص استنى اتقل عليا بس انا هقراه لك صح. هو لا بص بلاش البحر خلاص لان البحر اللي هو ايه المفروض بص هو المفروض ايه اعرابه هيبقى الم 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 بدائه. تمام. ان 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 اوانه. تمام. ثواني حاضر يا اخونا انجما. طيب السلام عليكم. فليحيى التلفزيون المصري. إيه لا هو صح. اللي غلط بص ألم 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 بدائه إن آن 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 أوانه. مش غلط ما تقوليش غلط. ألم ألم يعني وجع أحاط بي. ألم ألم بدائه لم أعلم بمرضه. إن آن إن آن آن إن آن إن أن آه إن آن 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 من شفائه. صح؟ إن آن 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 شفائه. يعني لما صاحبه يتوجع صاحب الألم ده يتوجع جه وقت شفائه. مش بقرأه غلط ما تقوليش بتقرأه غلط. ألم ألم أهو بص أول واحدة شكلها لك. ألم 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 أو بدائه ألم 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 بدائه إن
إن آن آن إن آن 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 شفائي. هو إيه اللي لأ؟ أيوه آن إن آن 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 شفائي. عايز إيه بقى؟ ازيك يا عم جود؟ حياك الله عمنا جود. انت بص انا اقول لك على حاجه حلوه، بص انا اقول لك على حاجه حلوه. بيت الشعر من الاخر كده معناه ان هو ايه، في وجع احاط بيا ما اعرفش ايه المرض ده، ف اما بيتوجع يبقى جه وقت الشفاء. خلاص ما تقعدش بقى ايه، ما تقعدش تلف وتدور، انا عرفت معناه وعرفت اقراه خلاص. يعني انت عجزت عن سؤالي وانا الحمد لله جوجل سعفني وما خلاناش تعجز عن سؤالي، وربنا خلينا جوجل. طب ممكن اسال سؤال للناس اللي معانا على السمع؟ مين اللي معانا على السمع؟ يكتب لي رقم واحد بس، هسال سؤال وانتوا قولوا اللي تعرفوه كده، كله يكتب رقم واحد الله يكرمكم اللي سامع. وانا كمان سامع. هو مش بيفتح يا اخونا جد، يعني حتى لو خدت اسمه على البال ما بيفتحش. باشمهندس مجدي ابتعد عن البلطك وما بيفتحش، يعني الاسم ليس له فائدة أصلا. ما هو أنا زيك، أنا مدة هو ما بيفتحش وما فيش حد عارف راضي يديني طريقة تواصل بيه، فريح نفسك يعني عن السؤال لأن أنا من يومين سبقتك بالكلام ده. فهسأل سؤال بس، هو متنبي ادعى النبوة؟ حد يعرف حاجة عن الموضوع ده؟ ها؟ أكاذيب؟ أنت مين أنت عشان تقول أكاذيب؟ ما هو غالبا مش عارف الطبر، مش فاكر مين، هل ادعى النبوة؟ ادعى النبوة؟ حياكم الله من ابن تشبيه. اهو بصوا كلام الحافظ ابن كثير. لا هو ما اتقتلش في حرب. لا ما انا هقول لكم، اهو بصوا ده كلام ابن كثير في البدر، في من ضمن كلامه بيقول ايه؟ اهو بصوا، ولما اشتهر خبره بأرض السماوة وأنه قد التف عليه جماعة من أهل الغباوة، خرج إليه نائب حمص من جهة بني الأخشيد وهو الأمير لؤلؤ، بيض الله وجهه، فقاتله وشرد شمله وأسر مذموما مدحو وأسر مذموما مدحورا، وسجن دهرا طويلا فمرض في السجن وأشرف على التلف، فاستحضره. بصوا ركزوا بقى هنا الله يكرمكم، حكاية إن هو المفروض يقتل دي، فاستحضره وكتب عليه كتابا اعترف فيه ببطلان ما ادعاه من النبوة، فاستحضره واستتاب وكتب عليه كتابا اعترف فيه ببطلان ما ادعاه من النبوة. الحافظ ابن كثير كتب كده عن، كتب كده عن المتنبي. لا مش بينسحب من المعركة، ده كان تقريبا هو واخيه والخادم بتاعه كده، فكان هو هجا امير الدوله او هجا يعني احد الامراء، فما كان بيهرب تمام، بعت وراه الجنود، فاول ما شافوه قالوا له انت المتنبي؟ قالوا، قال لهم لا مش انا. فالخادم بتاعه قال له أتنكر نفسك وأنت القائل في الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم؟ طبعا أخونا ابن التشفين، اتفضل معاك حضرتك.